كل رمضان تطلع قصة قرية وكع الواقع في ولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان، وكل مرة يتم سؤالي عن الموضوع وكل مرة يكون ردي كالتالي: يا مسلم انت وياه، عليكم التثبت من المعلومات، مش اي شطحة في السوشيال ميديا يعني حقيقة. وتتناقل وسائل اعلام خليجية وعربية وحتى اجنبية خبرا عن قرية وكان الواقع في ولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، يفيد بان الصيام في هذه القرية مدته 3 ساعات فقط. ولو بحثنا عن مصدر المعلومة التي بني عليها هذا الخبر، فان ما تم تداوله مجرد اشاعة لا اساس لها من الصحة، حيث كان الخبر وفق تقرير نشره احد السياح أشار فيه إلى أن الشمس لا تشرق على المنطقة إلا 3 ساعات في اليوم، وعاد خذ لك. ويقصد أن القرية الجبلية تقع عند الشروق والغروب على ظل الجبال المحيطة بها، وتبقى على ظل الجبال طوال النهار عاد الفترة التي تكون فيها الشمس عمودية. وكعماني وبالمختصر المفيد أقول أن الخبر المتداول غير صحيح، وأن الصيام في قرية وكان على نفس توقيت محافظة مسقط تقريبا. واللهم إني صايم. لا تصدقوا أي خبر قبل التثبت يا جماعة، لا تصدقوا أي خبر إلا بعد ما تتأكدوا. تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.